الشكل. وطني 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 وطني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. المقاومة معكم عودة ولات. اليوم نهار اليوم معنا واحد الشخص من المقاومة، مقاوم ولا مقاومة من المقاومة، من الناس المنظمين لحركة المقاومة الجزائرية الإلكترونية في الإنترنت، وشارف لينا هذا إن شاء الله. الأخت على كل حال هي من مدينة، من منطقة تاع المرحوم الهواري بومدي الله يرحمه، يعني فيها الريحة تاع بومدي. ونوع من هاد المقاومات هادو، أنا يعني شخصيا أقسم بالله العظيم احترمهم شغل لي زومي يا أخو حقيقة. على باسكو تاع الصح شغل رجالة مكاش تمسخر. وبهذه المناسبة الله يرحم إن شاء الله الشهيدات تاع الجزائر اللي ماتوا على الجزائر، يعني الجزائريات دائما كانوا بالمرصاد في المقاومة، في الثورة ضد الاحتلال، وحتى في الحياة اليومية الأمهات الجزائريات. تسمى الجزائريات دائما كان عندها طابع يعني خاص في تكوين الرجل الجزائري. السلام عليكم. خطنا هي البربارية الجزائرية، كان بزاف اللي عارفوها في الفيسبوك. نرحبوا بك. السلام عليكم اختي. السلام عليكم وبركاته. واش راكم اليوم؟ لاباس والله الحمد لله. الحمد لله. سؤال المطروح اليوم، الناس بزاف يعني يطرحوا السؤال هذا، يعني شكون هاد الناس تاع المقاومة الجزائرية الإلكترونية؟ شكون انتوما؟ شكون يعني لو ممكن تعريف ولو صغير، انه على انا عارف انه لازم وقت شويه طويل باش، ولكن التعريف يكون يعني مختصر باش الناس تعرف شكون هذا. السلام عليكم مره ثانيه. احنا المقاومه الجزائريه الالكترونيه، والمقاومة الجزائرية الإلكترونية هي مش أشخاص، هي أهداف. الهدف الأسمى تاعها أنه حماية الجزائر في المواقع الإلكترونية، في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، في أي موقع. احنا مجموعة من الشباب الجزائريين في 48 ولاية وفي أقطار العالم، ندافعوا على بلادنا يد واحدة ضد مؤامرة تحاك ضد الجزائر كونها الدولة الثروة. هذه المقاومة الجزائرية. يعني ما شاء الله عليكم، وانتم كما قلتي متواجدين في كل المناطق، يعني في كل ولايات الجزائر. احنا في 48 ولاية وفي دول العالم منتشرين. ما يبقى نعبروا عن آرائنا، على نضحضوا أفكار قاعدة تدخل للبلاد هي ما كانش منها. كاين ناس قاعدين يدمروا في بلدانهم ويحبوا يجي ما راح نفسر لك، يحبوا يتبقوا الدمار اللي في بلدانهم في بلادنا. المشكل انهم لقاو الناس اللي بنفس الغباء تاعهم يمشيوا معاهم في الطريق تاعهم. احنا يا لازم نكونوا يد واحدة ونحنيوا بلادنا، على خاطر احنا الحمد لله اللي عشنا فيه واللي عشناه كجزائريين عشرية دموية ما نتمناوش يزيد يرجع خلاص. على خاطر اللي عايشين فيه اليوم رانا الحمد لله، واللي عايشين فيه هما برك يشوفوا ام شافوا وندموا عليه.
وانتم انتم يعني دارين بالخطط هادو اللي قلتي لي، انك قلتي خطط خارجيه، وتكلمت معك خطره قلتي لي على هذوك الحركات الثوريه مثل ما تسمى الكرتونيه على كل حال، مثل هذوك فريدوم هاوس والجماعه الاخرين هذوك، على حسب ما فهمت بلي انتم على علم كيفاش هاد الناس هادو واش هو البروغرام تاعهم وطريقة تاعهم. وال احنا كنا نتبعوا في المعهد، هو اصلا معهد كامفاس اللي يدرسوا فيه الاخوين بوبوفيتش الصربيين اللي داروا صورة في بلادهم على اساس شعار القبضة، وحبوا يبعثوا هذه الفكرة للبلدان، خاصة البلدان العربية. لو تلاحظ أنه غير البلدان العربية اللي راهي قاعدة تدمر في بلدانها، ما نجحت حتى حاجة في حتى بلاصة في الدول الأوروبية. مثال في أمريكا، اللي أمريكا يتبشحوا بالديمقراطية ويتبشحوا بالحرية وبأنهم أغنياء وكذا، وهم عندهم كيف في الأرقام تاع البطالة اللي نورمالمون يديروا فيها عربية. احنا يقولك كي تبعناهم يقولك باللي نجحت صورات ولا الفكرة تاع بوبوفيتش في 12 دولة، ومستعدين انهم يخدموا على هذا الصعيد في دول عربية اخرى. واحنا مشنا اغبياء بهم وصلوهم كيما اللي يسميه ربحل لهنا في الدائر حركة 8 ماي 45، ويتبشحوا انهم احنا وحنا عبر ابواق حتى انها ما هيش في الدائر، وتبع في كيما راك على بالك خوي منير منظمة الكرامة، منظمة من لا كرامة له. المهم ان شاء الله ربي يوفقكم، الجزائر راهي امانه في رقابكم كما خلاها لنا المرحوم الله يرحمه. القضيه هي فلسطين والصحراء الغربيه، ما فيهاش كلام اخر. انا نشوف انا بالك قديم، عبد قديم، شغل العقليه قديمه وكذا، ولكن شفت فيكم يعني في هذا الشباب تاعنا الاشاوس المقاومين، يعني كاع الصفحات وكاع لي جروب وكاع اللي موجودين في الميدان وفي كاع كيما راهم، يعطيهم الصحه. واش تقولي لهم؟ نحب نقول هذوما الدول اللي حابين اللي قاعدين يديروا في الثورات، لماذا استثنيت القدس وهي لها حق في الربيع؟ ولما هذا الدمار لأجل الحريه حقيقه؟ نحب نقول للناس اللي راهم معانا في المقاومة الإلكترونية الجزائرية، بارك الله فيكم في كل خطوة تخطوها، بارك الله فيكم أنكم تحبوا بلادكم، تدافعوا على بلادكم، تغيروا على هويتكم، على انتمائكم، على أرضكم، على الوحدة. ونركز على الوحدة اللي راهم قاعدين يضربوا بلدان عربية، أنت تعرف باسم الفيدراليات، وهي اسمها الأحق والمعنى السام للفيدرالية إنه تقسيم بلادنا من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، تبقى يد واحدة. يد واحدة شعار إن شاء الله، هذاك هو يد واحدة، هو صح الوحدة هي الصح. بكري كي كان الشعب تاعنا يد واحدة، قضاوا على من أكبر الغوزات في الأرض هذاك الوقت، وهذه كانت يد واحدة. هناك نهار كان يسموا بعضهم بعض الخاوة والأخواتات، وهذاك الشيء اللي كنا فيه. يعني أنا أتمنى باش يالو كان يولي غير شوية منه برك، هذا وش نسحقه البركة، الحمد لله ما زالت. المهم خاوتنا يعطيكم الصحة كامل، المقاومة الجزائرية خاصة، يرحم والديكم كامل قاع كيما راكم كبار وصغار، بنات ودراري،
من قاع الولايات واللي راكم في الخارج كامل ربي ان شاء الله معكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.